بيقولوا انه بعد انفجار بيروت عاليت وتيرة نوبات الهلع. المعلومة صح. نوبات الهلع هي ردة فعل طبيعية بأول أيام الانفجار. فشو هي؟ نوبات الهلع أو البانيك أتاك هي نوبات مفاجئة من الخوف أو الانزعاج الحاد بيترافق مع عوارض. بتبلش نوبات الهلع عادة فجأة من دون سابق إنذار وبأي وقت كان. من عوارضها الرشفة أو الارتعاش، الإحساس بالاختناق أو صعوبة التنفس، الخوف من فقدان السيطرة أو الوفاة، معدل خفقان سريع بالقلب، التعرق، الهبات السخنة، لعيان النفس، وجع بالصدر، الدوخة أو الدوران، وشعور بالانفصال عن الواقع. فكيف فيك تساعد الشخص إذا كان عم بيعاني من نوبات الهلع؟ شجعه على التنفس ببطء، طمنه إنه هو بأمان وإنه ما في خطر عليه. خبر الشخص إنه عم يمرق بنوبة هلع وإنه نوبات الهلع ما بتدوم لمدة طويلة، وطمنه إنه ما رح يموت. تمشى مع شخص إذا كان حاسس إنه مش قادر يقعد محله، وطلب المساعدة عبر الاتصال بالخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية من الانتحار 1564. وأهم شيء تجنب إنه تتجاهل الشخص أو تقلل من يلي عم بعيشه أو تحاول تشتت انتباهه. كمان تجنب إنه تضغط على شخص ليعمل حاله إنه ما باشي، وتجنب إنه تطلب منه إنه يروق أو يسترخي.